هل زرت يوماً مدينة كبيرة مفعمة بالحياة وحركة الناس والسيارات والقطارات، ثم تساءلت كيف تراقب قوات الأمن مدينة بهذه الضخامة والحيوية؟ اليوم سنخبرك بالجواب ونعرفك على الأخ الكبير الذي يراقبك دوماً. مع التطور التكنولوجي المتزايد وتصاعد المخاوف الأمنية، كثفت الدول استخدام كاميرات المراقبة الموزعة في المنشآت والشوارع والأماكن العامة وحتى في وسائل النقل. وتوسع دور هذه الكاميرات من الحماية والمراقبة الأمنية إلى مراقبة الناس بطريقة مباشرة عبر تقنية التعرف على الوجوه. التعرف على الوجوه، ما الذي يعنيه ذلك؟ إنه مجموعة الخوارزميات التي تستخدم للتعرف على صاحب الوجه بناءً على المقارنة مع صور مخزنة مسبقاً، كالتعرف على الوجه من أجل فتح القفل في بعض الهواتف الذكية الحديثة. تقنية مشابهة تستخدم في كاميرات المراقبة للتعرف على وجوه الأشخاص عن طريق مقارنتها مع قاعدة بيانات السلطات. 8 مدن صينية إضافة إلى لندن البريطانية وأتلانتا الأمريكية صنفت باعتبارها أكثر المدن مراقبة في العالم. مدينة تشونغتشينغ الصينية صنفت على أنها المدينة الأشد مراقبة في العالم، إذ وصلت فيها أعداد كاميرات المراقبة إلى أكثر من 2.5 مليون، تراقب باستمرار نحو 15 مليون ساكن، أي أنه توجد كاميرا واحدة مقابل كل 6 أشخاص. هذه الكاميرات الصينية جزء من خطة بدأت عام 2017 بتشغيل نحو 170 مليون كاميرا مراقبة في عموم البلاد، مع خطة أخرى للتوسع بإضافة 400 مليون كاميرا بحلول 2020. ستعمل الكاميرات بشكل حثيث مع قاعدة بيانات الوجوه التي تملكها السلطات، خاصة أن الصين أقرت مؤخراً قانوناً يلزم مستخدمي الإنترنت بالخضوع لتقنية التعرف على الوجوه أثناء التسجيل في خدمات الهواتف الذكية. وبذلك تتكون لدى السلطات قاعدة بيانات ضخمة من صور المستخدمين وأسمائهم وأنشطتهم على الإنترنت، بل وتحركاتهم على أرض الواقع. الآن ومع قدرة كاميرات المراقبة على التعرف على الوجوه، أصبحت السلطات قادرة على تحديد هوية أي شخص أو مراقبة شخص ما بشكل حثيث وقريب، إضافة إلى ربط ذلك ببياناته الحكومية والإلكترونية بما في ذلك الصور المسجلة سابقاً. تقول الصين إنها تسعى بذلك إلى جمع قاعدة بيانات وطنية يمكن الاعتماد عليها في إعطاء تصنيف لكل مواطن. تتهم السلطات الصينية باستخدام هذه التقنية ضد أقلية الإيغور في إقليم تشينجيانغ لتمييز أفرادها استناداً إلى مظهرهم من أجل التحقيق معهم أو احتجازهم في معسكرات الاعتقال، بغية تحويلهم إلى مواطنين علمانيين لا يشكلون تحدياً أبداً للحزب الشيوعي الصيني، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات عن تحركاتهم في عموم البلاد. طبعاً ليست الصين وحدها التي تستخدم كاميرات المراقبة، لكنها الأكثر كثافة في استخدامها. في المدن العربية صنفت أبوظبي ودبي وبغداد ضمن المدن 20 الأعلى من حيث المراقبة بالكاميرات عالمياً. لكن مع تصاعد القلق العالمي بشأن الخصوصية، قررت ولاية سان فرانسيسكو التي تعتبر حاضنة الشركات التكنولوجية حظر استخدام تقنية التعرف على الوجوه عبر كاميرات المراقبة، لتصبح بذلك أول ولاية أمريكية تتخذ مثل هذه الخطوة. وعلى الطرف الآخر، يؤكد مؤيدو تقنية التعرف على الوجوه أهميتها في الحد من الجرائم أو مراقبة الهاربين من القانون أو التعرف على مرضى ألزهايمر أو الأطفال المفقودين. بين خطر الجرائم والحق في الخصوصية، كيف نستخدم كاميرات المراقبة؟